أهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة كن إيجابيا، وفي هذا الجزء راح نتكلم عن منهجية إيجابية لتكون ناجحة. المعروف أن 1+1=2، وهذا المنطق، ولكن في أمور أعلى من المنطق، مثل في التجارة ف9 أعشار الرزق في التجارة، ومثال ثاني الصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة. فالمنطق يقول إذا دفعت من أموالي راح تنقص، وفي الواقع المال يزيد بالتصدق. خلينا نتكلم عن النجاح. النجاح هو أنك تزداد سعادة يوما بعد يوم، وتتحقق أهدافك، وتحصل على كل ما تريده بسهولة. فهل هذا التعريف الصحيح للنجاح؟ بمعنى لو كنت طالب في المدرسة أحتاج أتفوق على جميع زملائي علشان أكون الأول، وبكذا يتحقق هدفي وأكون ناجح. خلينا نتكلم عن النجاح بطريقة أسمى وأرقى وبعيد عن المنافسة. النجاح هو أن تعيش في خير وفير وراحة البال والحب والسعادة. هل عندك تعريف ثاني للنجاح؟ اترك لي في التعليقات. النجاح في الحياة له عدة جوانب، مثل تكون ثري، هذا جانب واحد بس، بالأصح المتعة في السير نحو الهدف وليس في تحقيق الهدف. بمعنى بمجرد تحقيق الهدف انتهت المتعة، يعني المتعة في تحصيل الأموال وإنفاقها. تخيل عندك 10 مليون دولار، راح نسميك ثري، بس ما تقدر تسحب من هذا المبلغ إلا بعد 10 سنوات، فهل في متعة الآن؟ طبعا لا ننسى جوانب النجاح الأخرى، مثل النجاح الصحي، النجاح الاجتماعي والنفسي، والنجاح العائلي وغيرها الكثير.